فقط أريد أن أؤكد على نقطة الأساتذة المتخصصين في اللغة، لأنها نقطة مهمة جدا ممكن أن احنا جميعا نتورط فيها، سواء فيما يتعلق برابطة الترجمة أو في أي نشاط آخر خاص بالترجمة. ورأيي عندي أن الأساتذة المتخصصين في اللغة يعني ليسوا بالضرورة أن يكونوا مترجمين، لأن الترجمة ليست مهنة فقط، وإنما هي فن أيضا، فن. وأحد الأساتذة يريد لغة من اللغات بطلاقة، ولا يستطيع أن يترجم فقرة إذا كان، لأن من الشروط أيضا أن يجيد اللغة التي يترجم إليها، وهي اللغة العربية. فأرجو أن هذه النقطة، ثم كما قيل حتى لو كان يدرس الترجمة هذا ليس معيارا أيضا، إنه إن كان معنيا بهذا الأمر. كمان الدكتورة كاميليا على الجهد ده اللي هنذكرهم به التاريخي. اولا في عدد كبير، طالما بنفتح الباب نوعا ما، في مترجمين اتحاد الاذاعه والتلفزيون لهم دور غير عادي، دول بيشتغلوا ده يوميا. مترجمين في الصحف اقسام الترجمه، ده بيقعد يشتغل ساعات بالعشر ساعات فمحترف. المترجمين الفوريين في المؤتمرات لا يمكن اغفالهم، كويس. بعض المنظمات غير الحكوميه، كويس، دول بيشتغلوا مترجمين. انا اعتقد كمان الاساتذه في اقسام اللغات بكليه الالسن واقسام كليات الاداب، اعتقد بدون الدكتور ما يتقدم باعماله ده، يعني ايه يعني هنحطه في حرج ان استاذ مثلا في قسم اللغه الفرنسيه في اداب عين شمس بقاله 20 او 25 سنه اقول له قدم اعمالك، هو تنضم اعماله للمكتبه بتاعه الجمعيه، انما فورا مجرد ما هو استاذ خد درجه الاستاذيه ينضم بشكل تلقائي دون ان انا اقول له يا دكتور قدم لي عدد من اعمالك. يعني اكون شاكر اذا بالنسبه للاساتذه بالتحديد، انما بالنسبه للاتحاد الاذاعه والتلفزيون والصحف دول بيعملوا يوميا في هذا المجال. هاي انا بنشكر الاقتراح ده، في حاجه اثار اكثر من نقطه. النقطه الاولى ان المترجمين اللي في الصحف وفي الاذاعه والمترجمين الفوريين دول ممكن نعمل بالاضافه انه عمل مترجم كتاب لاخره، والمترجمين الفوريين بشرط انه يقدم لي شهاده بقى بالترجم فوري في كام مؤتمر او كام سنه، يعني لازم فلاحين. خلينا فايه رايكم الجمعيه ام الرابطه؟ طيب هناخد تفصيل. لا في اسم تاني اكتبه حالا، هتمر ورقه بالورقه. طيب خلاص، في ورق بيتوزع عليكم الموافق على كلمه، يكتب الاسم بس، الرابطه المصريه للمترجمين او الجمعيه المصريه للمترجمين. زي جماعة المترجمين المصريين. لا ده هيودينا على الجماعة في البيت يعني، وجماعة تانية يعني. طيب غيره؟ أي في إيه؟ في اقتراح تاني؟ اتفضل. أنا اسمي خالد موسى. مش هذا رسمي؟ مشكلة في الصوت، لو سمحت نتكلم بالتليفون. طيب. النوبي أقرب فرصة للاجتماع والتشاور بشأن الخطوات القادمة إن شاء الله، وتأكدوا إنه كمان يعني الاستشارات القانونية، يعني مستشارنا القانوني الأستاذ عادل مشادي يصحبكم في أي استشارات قانونية تحبوا ترجعوا لي فيها. وبشكركم جدا جدا، ويعني مبروك عليكم. اللجنة اللي هي التأسيسية المفوضة بأعمال إشقار هذه الرابطة، أولا السيد الدكتور حسام الدين مصطفى، وحصل على 58 صوت رئيسا.
طيب يا ريت اتفضل. حسام الدين مصطفى، مع حفظ الألقاب، حسام الدين مصطفى 58 صوت، رئيس. مروة مصطفى هاشم 55 صوت، نائب للرئيس. أنور محمد إبراهيم 52 صوت. هدى محمود الناشف 47 صوت. طارق نعمان 42 صوت. حاتم ربيع حسن 42 صوت. محمود السيد علي 40 صوت. عايزين نهنئكم